إضاءات فقهية لسماحة العلامة السيد هاشم السلمان. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم. لا نزال مع حلقات زكاة فقه الزكاة، والليلة مع الحلقة السابعة في بيان بعض المسائل المتعلقة بما يلزم مراعاته في موضوع إخراج زكاة التمور. كيف أخرج زكاة التمر؟ بعد أن عرفنا أنه يجب على المكلف الذي يملك نصابا من الزكاة لا يقل عن 847 كيلو، إذا ملكه قبل أن يكون تمرا وأصبح تمرا عنده فيجب عليه أن يخرج الزكاة بنسبة 10% إذا كان السقي طبيعي، وبنسبة 5% إذا كان السقي غير طبيعي بواسطة المكائن أو الدوالي أو غير ذلك. زين، كيف أخرج زكاة الفطر؟ أولا أن تقصد القربة إلى الله، بمعنى أن تقصد امتثال أمر الله، وهذا شرط في كل العبادات، في كل الوظائف العبادية لابد أن تقصد امتثال أمر الله سبحانه، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. خمس، زكاة كفارة، وضعه ولا لا، زكاة فطرة، لابد أن تقصد امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وإلا لا يكون هذا الأمر صحيحا. بمعنى آخر، لو دفعت المبلغ دون أن تقصد امتثال أمر الله عز وجل لا يكون صحيحا. يعني لو أخذت منك الزكاة من دون أن تقصد هذا الشيء لا يكون صحيحا، فلابد أن تقصد امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نقول أن الزكاة في الأصل تتعلق بالعين، بعين التمر الذي عندك، ولازم أن تخرج من نفس التمر الموجود عندك النسبة اللي هي العشر أو نصف العشر، ولكن يجوز لك أن تخرج قيمتها، مو شرط إلا عين التمر. تقول أنا ما أبي أطلع من التمر ولكن أبغى أطلع من نفس القيمة، يجوز لك، مثل زكاة الفطرة. طبعا أي القيمة، أي قيمة، القيمة السوقية الفعلية. تشوف تروح السوق أن كم يسوى الآن التمر اللي بتطلعة، فتخرج نسبة عشر القيمة التي تقيم بها تمر. تمر كم يقيم؟ كله يقيم مثلا بهالمقدار، إذا تخرج النسبة المطلوبة. إذا ممكن أن تخرج من عين تمرك، وممكن أن تخرج ماذا؟ من قيمتها. قد واحد يسأل يقول زين أنا ما بطلع لا من تمري ولا من قيمة، ولكن بروح أشتري تمر ثاني وبطلع بداله، هو لا يصح. العوض لابد أن يكون إما لابد أن يكون من الأموال النقدية، ما يمكن أن يكون العوض عينا من الأعيان الأخرى، لا تمر ولا رز ولا طحين ولا غير ذلك، لابد أن يكون تمر، وإما أن يكون من تمرك وإلا من قيمته، ما يمكن من تمر غيرك هذا الحال. الأمر الثالث، أنه يمكنك أن تخرج النسبة من كل أنواع تمرك، يعني العشر من ماذا؟ من التمر الإخلاص، من تمر الرزيز، من تمر الشيشي، ممكن من كل نوع تطلع ماذا؟ النسبة. ويمكن لا أن تطلع الزكاة من نوع واحد، ممكن تطلع كل من شنو؟ من الإخلاص مثلا أو الشيشي مثلا. زين، نعلم بأن التمر أنواع متفاوتة حتى من حيث القيمة، خلاص قيمته غير، رزيز قيمته غير، الشيشي قيمته غير، فهل يمكن أني أنا أنزل من النوع اللي قيمته أقل؟ الجواب إذا كان هذا الأقل يعتبر جيد مما يؤكل عرفا يكفي. يعني أنا بطلع بدال ما أطلع من الخلاص بطلع من رزيز فقط، يجوز؟ الجواب نعم يجوز، وإن كان الأفضل أنا أطلع من كل شيء نسبته أو تخرج أعلى أنواع التمر في هذا المقام.